مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. حلقه جديده في برنامج همزه وسط، دائما وابدا ما نفتح حوارا وبابا للنقاش والحوار مع حضراتكم في هذا الموضوع، وبابا للحوار والنقاش مع حضراتكم دائما وابدا نصل من هذه المنصه لحلول لكل ما يواجهنا من مخاطر ومن تحديات. كيف يوفر الحوار المجتمعي آلية لتبادل الرأي العام أو من أجل الصالح العام؟ يعني الحوار المجتمعي بترجع أهميته في أنه بيبحث القضايا الجماهيرية، وكمان بيبحث القوانين اللي بتمثل القاعدة العريضة من الشعب، لأنه بيشبه لحد كبير فكرة العقد الاجتماعي، وبيوفر كمان ظهير شعبي لما تقوم به الدولة من سن للقوانين والتشريعات وأقامة المشروعات وإعادة بناء الدولة كما ينبغي أن تكون، وكذلك الوصول لسياسات وقرارات آمنة بتحظى بقبول المواطنين، لأنه بيوفر فرصة كبيرة للنقاش وتبادل الآراء. كمان الحوار المجتمعي بنستطيع من خلاله، أو المجتمعات بشكل عام بتستطيع من خلاله أن هي بتفرز السلبيات وتعظم الإيجابيات وتبني المجتمعات. من هنا بنضمن أن الحوار أو نجاح القانون في تحقيق الهدف هو تلبية رغبات وطموحات الشعوب والأمم. حوار المجتمعي بيعتبر مدخل تنموي، بيساعد المواطنين على تفهم مجتمعاتهم وتحدي كبير لاحتياجاتهم وتحديد احتياجاتهم والمساهمة في رسم الخطط والبرامج العامة للدولة، بالإضافة لأن عملية التنمية المستدامة دائما بترتبط بصورة كبيرة وبأساسية بتحقيق المشاركة الفعالة في المجتمع أو في عملية البناء بشكل عام والتنمية من خلال المساهمة في كل الأنشطة بما فيها اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات وتحديد الأدوار والمهام وتمكين كل أفراد أو كل فرد في الدولة من تحقيق العنصر الهام ويكون عنصر فاعل في المجتمع لإيجاد الحلول لكل المشكلات. في حلقتنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن هذا الموضوع، وسؤالنا هنجاوب من خلال السؤال على مجموعة من الأسئلة الأخرى، أسئلة هامة عن كيفية تفعيل الحوار الوطني والتوعية بأهمية الحوار الوطني وفوائد الحوار المجتمعي. دور الإعلام هو أداة لتعزيز الحوار وتبادل الرأي، وهل يمكن أن يصبح أداة للصراع، وما هي الضوابط للحوار المجتمعي؟ كل ده هيكون من خلال سؤال حلقة النهاردة، اللي هو كيف وفرت وسائل التواصل الاجتماعي مجال عام للنقاش، وطبعا أبرزت الحوار المجتمعي علاقته ووجوده بالمجتمع ككل بوجود إدارة كبيرة من خلال هذا السؤال. كيف يوفر الحوار المجتمعي آلية لتبادل الرأي من أجل الصالح العام؟ ده هيكون محور حوارنا ونقاشنا مع حضراتكم على مدار الساعة. طبعا هننتظر كل التعليقات والمشاركات اللي بتارد من حضراتكم، واللي دائما وأبدا ما تثري حوارنا وتخلينا نخرج بمجموعة من الضوابط ومجموعة أيضا من الأفكار البناءة اللي بتساعد على تنمية وتطور المجتمع. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا خلونا نستعرض مع حضراتكم فاصل معلوماتي عن بداية الحوار المجتمعي وعن أنه آلية حقيقية لإعادة وبناء المجتمعات، ونرجع تاني نبدأ حوارنا في همزة الفاصل.